بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أكاد أخفيها لتجزى
تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال قد أوتيت
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأرسل معنا
قد جئنا قال من
أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فقد
وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ
No.
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني يوم
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا وعنت الوجوه للحي القيوم
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا قل كل
ستعلمون.